درويش عايزين نروح للزمالك. النهارده في بدايه الحلقه قلنا طارق حامد بيقترب او خلاص خلال ساعات قليله جدا النادي اتحاد جده هيعلن تعاقد مع طارق حامد لمده موسمين. شوف موضوع طارق حامد ده يعني تقريبا اول حد اتكلم فيه من زمان من شهر لا اكتر. لا انا اتكلمت ان طارق إن علاقته انتهت بالزمالك من زمان ايام ما قعد مع الناس في بيراميدز وطلع رئيس نادي الزمالك في مؤتمر وقال له انت كنت قاعد مع ناس في بيراميدز بالاسماء عشان تمشوا. هو طارق خلاص علاقته بالزمالك او بالاداره الحاليه بالزمالك موضوع فيه جفاء وصل لحد ان لاعب واخد قرار من فتره. وانا اعرف ناس مقربه جدا جدا من طارق مأكدين المعلومه من فتره كبيره، طارق سواء لعب في مصر او بره مصر فهو بره الزمالك السنه دي، علاقته بالزمالك انتهت. فهو خلاص الراجل بيبحث عن اكبر عرض مالي عشان يأمن مستقبله، خصوصا بعد ما عرف ان الزمالك مش هيوصل معاه لمنطقه او منطقه وسط زي ما بنتكلم. ادي حاجه الزمالك بيفكر فيها يا كابتن كريم، خريطه الاجانب زي عراقي كده. انا اتكلم في فكره انا بقول لك الزمالك بيفكر فيها. اللاعب الوحيد الذي ضمن بقائه في الزمالك من الاجانب هو سيف الجزيرة، مهاجم اساسي في منتخب تونس دوري، وبالتالي وجوده في الزمالك مكسب. النظره تغيرت لسيف بعد ده بعد ماتش البنك الاهلي لما نزل جاب جونين صح. انت يبقى انت جزء يبقى انت جزء انا لا عارف يبقى انت جزء من ادي حاجه. ايه اللي بيحصل؟ خلاص النجم مش عايزينه. حمزه المسوسي رغم ان هم بيشكوا في سلوكياته وانضباطه واخلاقه مش عايزينه. حمدي النجاز رغم من سعيه للتعاقد مع اكثر من فريق في الدوري المصري الا ان حمدي كان موجود في الزمالك الاسبوع اللي فات وينتظر وعد رد من الزمالك ينتظر تنفيذ وعد احد المسؤولين في الزمالك بتواجده في الزمالك. ادي حمدي النجاز خصوصا هو تواصل مع انديه كتير، يعني تواصل مع نادي زي البنك الاهلي انا اعرف كده، تواصل مع نادي زي انبي سيراميكا برضه، تواصل مع سيراميكا، فتواصل مع انديه عشان يعرف لو الزمالك ما خدوش يقدر يشتغل على نادي ايه. ادي حاجه. تركيز الزمالك الاكبر في الصفقات هو تركيز على الاجانب. الزمالك عايز يجيب محترفين اقوياء جدا. الزمالك هيدخل السنه الجايه، هقول لك كلمه كده بين السطور وهنرجع لها قدام ان شاء الله، في احد الداعمين العرب داعم جديد